وضمن موسم أعياد البحرين وتزامنا مع احتفالات المملكة بالأعياد الوطنية، أقيم مهرجان في مجمع الليوان في منطقة الهملة احتفالا بالعيد الوطني المجيد. واشتمل المهرجان على العديد من الفعاليات الوطنية التي تحتفي بالموروث الشعبي البحريني والثقافة العريقة للمملكة، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة لها، حيث استقطب المهرجان العديد من المواطنين والمقيمين وزوار المملكة، بالإضافة إلى المشاركة الكبيرة من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي في احتفالات العيد الوطني من مختلف الفئات العمرية. وبهذه المناسبة أكد عدد من المواطنين حرصهم على المشاركة في مثل هذه الاحتفالات لتجديد روح الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي. طبعاً السنة الأجواء جداً جميلة ورائعة، رحنا سوق البراحة، رحنا منتزه خليفة، التنظيم جداً رائع ومميز، اليهال وايد استانسوا، طبعا تستاهل البحرين، الاجواء جدا جميله. اليوم احنا في الليوان، الليوان طبعا التنظيم مالهم رائع، استانسوا اليهال في الاجواء المميزه، السيرك، الشغلات اللي مسوينها السنه، التنظيم، حتى الشوارع السنه لاحظنا فيها انه ما في ازدحامات، يعني الحمد لله كل شيء رائع والطرق منظمه. الاجواء وايد حلوه وايد تجنن، هذه ثاني مرة أنا أجي اليوم هني. أشوف الأجواء وايد حلوة ويعني والناس وايد مستانسة، خصوصا في وايد فعاليات أكثر من السنة اللي طافت. القرية التراثية في عسكر وفي الألعاب النارية اللي شفناها في كل مكان. العالم كله ما شاء الله جاتنا من برا ومستمتعين الصراحة بالأجواء الحلوة. إن شاء الله دوم تكون مملكة بحرين شاهد على الافراح، ان شاء الله الله يديم افراحنا. الاجواء الصراحه وايد كانت حلوه والناس جايين من كل مكان، ما شاء الله التنظيم وايد حلو والاجواء والموسيقى والفعاليات. كل عام مملكه البحرين بخير وامان، واتمنى لها دوام الاستقرار والامان يا رب. يعني احنا من السعوديه هذا بلدنا الثاني لا شك، الامان واستقرار وما شاء الله يعني الاجواء والاماكن جميله. تشرفنا بالحضور معاكم في العيد الوطني، وإن شاء الله يعود عليكم كل سنة بخير وسلام إن شاء الله. حضرنا الاحتفالات اللي هني صارت، نحن تقريبا جايين من يومين وشفنا الفعاليات اللي صايرة في الأفنيوز واللي صارت في الشوارع، حضرنا المسيرة. هناك الوطن، هناك الحب، تجد مملكة البحرين، هناك الطيبة، هناك الأنوار، تجد مملكة البحرين. مستانس وايد ولعبت بالنافورة ولبست ملابس العيد الوطني، سويت وايد أشياء زينة حق العيد الوطني. أنا حدي فخورة بالبحرين وإنجازاتها وفعاليات اللي تسويها للأطفال من ألعاب وأماكن ترفيهية. كل عام وشعب البحرين وأهل البحرين بخير. أنا سعيد، أنا جاي من السعودية لين البحرين عشان أحضر العيد الوطني البحريني وأحب البحرين. وأكثر شيء عجبني في البحرين جوها جميل وشعبها جميل، وكل عام وأنتم بخير للبحرين، وأعتبر البحرين موطني الثاني. عجبتني الأجواء لأني كنت مبسوطة بالمهرجانات والفعاليات. جيت هنا البحرين أشارك فرحتي معاكم، كل عام وأهل البحرين بخير.